احسن من بدالي ذوب سكر ولاذي وخد بدالي ساطع كالهلالي استغفري يا بنتي ام العشاشي عقولت اني من عبيد الموالي عبيد الرب سيد المخالي ومن مجرى يا بنت هذي أحوالي أنا خلف يا بنت أنا خلف يا بنت أنا خلف يا بنت ونشفة الريح وانصار فيه نجفاني يا بنت حماي النظر ساعة الطيق شيخ وتخضع على اسبع لرجالي يا كسبكم منا ابكار صافيك ويا كسبنا شمط اللحى هذا جدعان لفاكم الخير عن طريق سلام عليكم جميع عليكم السلام عليك السلام عليك السلام ورحمة الله أنا خاك يا خلف يا راح عن خوة وصلت دونك الأفراش وش اللي وخرك يا جدعاء؟ يا جماعة الخير الرجل يجوز ما وصله العلم إن رحلنا أنا أخطيت يا أهلي وربعي أخطيت الرجل حين يعترف بخطاه ما ظل عليه لوم ذياب خذ حلالي وحلال ربعي كله عنده رحيم الوفي يطلبه حنا رفضنا طلبه ورحلنا لها وين ربعك؟ والله ما أدري عنه ما أدري أنا جيت من عند ذياب بعد ما خشمان فكني وانطاني فرس من عنده قلت لك يا جدعان لا تجنب عن رأي الجماعة مو وقت ملامة الحين يا صياح مو وقت ملامة الحين لس بدي نرجع حلالة من عند ذياب أين خير؟ أين خير؟ يا وجوه الخير خشمان اللي كان يمون على غنيمان هالحين ما يمون على ولده أنا ما يهمنا شور عليه ولا مون عليه أنا يا أبو عيد أقول حنا كبار الديرة ووجوهها ما يصير يبعدنا عن مجلسه ويقعد ميتشالنا عيالنا يشوروا عليه يا خشمان كل زمان له رجاله والحين دور عيالنا وش بيها إذا سمعوا رأي الشيخ ما هو عيب ولا غلط
يا ابو مخلد، كلامك على عيني وراسي. مير اقول ان كان الشيخ وعيالنا ودهم يجرجرونا للحروب مع جيراننا نسكت عليهم؟ لا، ما يصير نسكت. حنا كبار الديره ووجوهها، واللي ماله كبير تايه الراي. بس اللي انا عرفته انه زعلان شلون تطلق المنيع بلي علمه. انا هقوتي انها بحقه ما هي زينة. هذه من يدي. تسلم يدك شخال. بالعافية على قلبك. وعلى قلبك بعد. مساك الله بالخير. تريحي.
علامك أمضيت الفجر قرب يظهر. لفاني الرجل اللي أبوش فكه من المنع وما قدرت. وبسببه أبوي تزاعل مع الشيخ أذياب. حنا مقدرين ما وقف أبوك، واللي يظهره إنه رجل غانم وقدر الجيرة وحب لهم الخير. أبوي مقدر وصايا الشيخ غنيمان رحم الله عليه، مير إنه ولده رامي وصايا أبوه من ورا ظهره. وش علومه؟ بعده وده طق طول الحرب. وش هو اللي بينك وبينه؟ أنا سمعت ولد عمي طعان يتكلم على الثار اللي بينكم ويا أبوي. وش هو اللي بينكم؟ ودك تعرفي وش هو ثاره؟ إيه، علمني. زي يوم وأنا ولد التقيت به بالصيد. من ذاك اليوم وهو شايل السالفة بصدره؟ توعدني استاذ ثاره مني، والحين هو الشيخ سوى اللي بخاطره. تدري تعليلتنا الليلة راحت على ذياب ونسينا حالنا. حين نسولف عن ذياب نسولف عن روحنا. هو وده العداوة معي، يخوف يزيد الفرقة بيننا. وش ما سوى ذياب ما رح يبعدني عنك ولا أكون لغيرك أبد. هذا وعد قطعته على نفسي وأقوله لك. عوافي الله يعافيك، ما ودك تردين الماء؟ لا ما ودي، أبوي زعلان وقاعد بالبيت لحاله. ليه زعلان؟ وش صار؟ زعلان من الشيخ أذياب، ما وده يسمع شوره ولا شور أبوك ولا شور أبو رثعان. إن كان من وجوه الديرة وكبارها ما يريد يسمع الشور، من يريد يسمع؟ أريد يسمع من رثعان ومخلد ونواف، هذول اللي يسمع شورهم الحين. تدري يا سعدة، أنا بديت أصدق كلام فلحة عن حرمة الشيخ ذياب إنها قشرة. خيتي من طبات الديرة انقلبت أحوالها. لا يا ميثة لا تظلمين البنت، الشيخ ذياب براسه شيء وده يسويه من زمان، لكن في حياة أبوه ما كان يقدر يسويه، والحين تغيرت الأحوال. الحين هو الشيخ واللي براسه رح يسوي. والله يستر من تاليها ومرته، ما لها ذنب. Thank you.
ارتاحي يمه ارتاحي، ريحي ظهرك. الله يعطيك العافية يا يمه، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يمه. الله ربي شان العافية. يعطيك العافية يا رب. ربعي يا ناس وش صار فيهم؟ ماني قادر اقعد بلاهم. الله يهداك، لو يوم جيتك رحلت مثل الشيوخ ما كان هذا حالك. ما مدان ارحل، ذياب ارسل فرسانه واخذ حلالنا، خذاني رهينه، والله فكني منه على يد خشمان. جزاه الله خير، الليل ما قف معك يشكر عليه. تطمن يا جديعان، تطمن. إن جانا علم عن ربعك إنهم مضيومين من عرب الذياب، أروح لعنده وأعطيه طلبه وأفدي ربعك. لكن هذا حلالنا كله، هذا ما يصير ما يصير. والله غير يلحقنا عيب وعار للممات. عندك حل ثاني يا جديعان؟ عندك حل ثاني؟ لله. أنا نصحته يرحل مثل كم حين لفاه عيد، لكن جوابه كان شيء ما هو بزين، وأنا حين سمعت جوابه رحلت من عنده. وش كان جوابه يا صياح؟ انشد عيد عنه وهو يعلمك. عيد ما يعلم، انا عارفه. قال اروح عند الشيخ ذياب وارضيه، ولا ارحل عند خلف واعيش عنده الطيه ويصير شيخ علي. ارتاحي والحين ابريتها بيت. ارتاحي ارتاحي والحين ابريتها بيت. البشارة يا شيخ ازدعان، البشارة. بشر خير ان شاء الله، وش عندك؟ حالك وربعك وصلوا الديرة. الحمد لله الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتهم يا شيخ. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتهم يا ازدعان. الله يسلمك. الحين تريح بالي، خلنا نروح اشوفهم. عيد لبيه العك خويك. وانت يا علي سم الله عداك، شوف ايش قاصرهم وعطهم اللي يحتاجونه، لا تقصروا معهم شيبه. تمام الامر يا شيخ. عش تريح يا شيخ تريح. عساك تريحت هالحين يا جديعه. اي بالله ارتحت، مير همي على حلالنا. ابدوي وش حياته بلي حلال؟ الحلال يعاود. الحلال يعاود بعون الله. شلون تريد الحرب؟ الجار للجار. بالاول نرسل طارش يطلبهم، ردوا حلال جديعان وربعه.
أن ذياب سمع ورد الحلال يكون نعم الجار، ونظل على رأيه نطلق عنتهن عليهم ونرد الحلال بقوة السلاح. نعم الرأي طال عمرك، نعم الرأي. وأنا مع هذا الرأي. وأنا بعد. هذا اللي أنا كنت خايف منه، يشيخ علينا ونغادي شوارين عنده. ابن هيثم وابن قوين وابن غصاب رحلوا عند خلف، وبجمعهم هذا صاروا قوة مهي هينة. حنا غب الطلب للي تريده طال عمرك. ارسلوا فرسان تحمل مراعي وما تفارق الحلال أبد. رأيك صحيح يا شيخ، الحذر واجب. أنا أقول نحط كشافة على كل هضاب، يكشفون الطرق ويعلمونا بكل واحد يدخل العرب. يا ابو مهبول، شوات وما هي شوات عقال. خلف جمع الشيوخ عنده والكثرة تغلب الشجاعة. ظنك تصير الحرب معهم؟ ما أحد يخلي له. وانت ليه ساكت يوبا؟ ليه؟ لأنه ما يسمع من أحد. خلوا يخلع شوكه بديه ويأخذ ثاره من خلف. وانت تعرف وش هو الثار اللي بينهم؟ للحين ما عرفته إلا بدي أعرفه. ظني إن ذياب يدور صيت من ورا خلف، هذاك مصيت بفرسته بين الناس، وهذا ما له ذكر عند أحد، وحين يحاربه الناس كلها تسمع به ويكسب صيت على ظهر خلف. تدري يوبا، حقوتي ظني جمي جانو. ذياب يدور الحرب مع خلف وما هو سائل بجماعته، لو سال الدم لركب. امنعه يوبا، امنعه. يقولون عثرتك برجلك ولا عثرتك بلسانك. خلوه لما يجيني. يما انت صاحيه؟ ايه يما. زين تعالي تقهوي. وهذا فنجالك. عشت. تعيشي. عشت يا بعد قلبي، عساك تريد تفرح قلبي. يمه ما فشت الضوء الدزهم ينبت. وين يمه؟ ينبت العمر وباح. خلف، أنا أمك، قلبي لوم دليلها بيسالفة ضامها بصدرك. وإيش السالفة اللي ضمها بصدري يوم؟ هقوتي إنك هويان، وحين يتحرك الشوق بقلبك تروح يمها. ادعي لي يمه، ادعي لي دعويش حرز يحميني من كل شر. كل ليلة ادعي لك يا بعد قلبي. زين يمه زين، لا تنسي تجهزي للزوادة. الحين أجهزها لك. خلف، بنت الشيخ ابن قوين مزيونة، وأنا أريدها زوجتين لك. عيني خير يمه، عيني خير. قلت لك أريدها زوجتين لك.
تعبي. علان شلون وصلتي؟ مهمومة يا نيفا، مشغولة البال، خايفة ما تشوفين سواحتك. سواحبي سكن في القلب وملك الروح، كل ما أجي عين المي يزيد شوق لشوفته. يا سعد انت رفيقتي وما يهون لي أشوفك مهمومة. سواحبك بعيد عنك، واللي صار من شيخنا الجديد يبعد عنك أزود، وأنا أنصحك تبعدين عن خاطرك. ما أقدر، ما أقدر يا ميثا. أنا هويته على السمح وزاد هو حب قلبي، وش دفع هواك له طريقك عليه مسدودة. أرضي بنصيبك يا سادة، فعان ولد عمك ينتظر الجواب. أبد أبد مرجع عن الوعد، ما كن راعي البيت غيره. عوافي يا بنات العم. انت وشلون تفوت على عين الماء وما نبهت؟ ما تستحي؟ اريد اسقي حصان. من الادب قبل لا تفوت التوكد ان كان به بنات ولا لا. لا تواخذيني، العذر منك. دون كلمه، اسقي حصانك واطلع من هان. لا عاش من يزعلك يا بنت العم. ترى انت يوم تكوني راضيه الديره كلها قمر وربيع. اكسر الهرج معي، انت ما تستحي على وجهك. لو تستحي ما ترسل خويك رتعان يطلبني من ابوي، وانت عارف ان ولد عمي هو اللي مبده ويريدني. لاني يا بنت العم ما انا شايف ان طعان يستاهلك. ليه؟ انت ازين منه ولا ارجل منه ولا افرس منه؟ اقول اسقي حصانك وارحل من هان. زين انت امري تامري. يا شيخ، حنا طردونا فرسانة شيخ ذياب من ديرتنا، وانا حملت امي على ظهري من مراحنا الاول لما وصلت هذه الديرة، وحلالي يلي يعيش منه ظل وراي، اريد حلالي. يرجع يرجع حلاله وحلالكم كله يرجع. متى يرجع؟ عن قريب 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 يرجع. انا تفاهمت مع الشيوخ وندز مرسال لذياب يرجع حلالنا بالوفي. وين ما رجعوا نردوا بالقوه. انتوا الحين مو لحالكم، معكم فرسان قبيلتكم. والصبر زين زين. الحق عم محس، الحق عم محس. وش العلم؟ جاء رجل وخذ بعيرين اثنين وتجبيه الصوفة. ورا الصوفة. هاي بعرين يعني. عاود لحلك واسلم بروحك ولا حط براسك. عواذ الله من شرك، عطني بعرين وخلي دورها لي. مالك بعرين عندي؟ مير عاود من الطريق اللي جيت منها. انا ولد ابوي يا مسلمك، ماني معود لها الا بعريني. انت شنك قد القول، خذهن. وين خلف؟ ما هو بالبيت؟ الشيخ خرف راح يرسل مرسال للشيخ ذياب لاجل رد حلاله. ومن هو المرسال؟ العم رباح، رجل غانم وموثوق به. وش اسمه؟ رباح، العم رباح. هذا اللي نزل بديرتكم من زمان وعاود نزل بديرة الشيخ غنيمان؟ إيه هو نفسه،
أخوي رأيه أنه أخير مرسال يرسله العمر باح. وليه ما علمنا عنه؟ مدري. فوتي قهوة. القهوة والمة. ما بهواي شيء. ربع لاجين علي بدهم حلالهم. سلم عليك. بأمان الله. قلت لك مالك بعريني عندي؟ أنا ولد رباح صد. أنا ماني معود لأهل إلا بعريني. وش أدريني إنهم بعرينك؟ عليها وسمنا. وش أدريني أن الوسم وسمكم؟ يا رجل تعود من إبليس وعطني بعريني يبرك لك. أقول البعرين وصلن بيتي وما يرجعن. هذاك هو بيت الشيخ، روح اشتكي له. أدعب سلامة عمرك إنك وصلت بيتك، لكن هيا أنا وياك عند الشيخ. هاي انتم ليه همس خذيتهم براي خلف؟ هذا هو بعث مرسال ذياب، حنا ما نعرفه وبلي علمنا وشورنا. وزين ما سوى؟ اختار مرسال لا هو منا ولا هو منهم. وانا وربعين ظل قاعدين ننتظر جواب المرسال. حنا لازم نغير عليهم غارة قوية نرجع بيه حلالنا. يا جدعان، خلف يريد يجنبنا الحرب، وكان المرسال يقدر يجنبنا الحرب ويرجع حلالك خير على خير. انتم ما تعرفون ذياب مثلي، هذا ما يسمع الهرج. ما يجي غير بالسلاح. اجدعان والله انت مثل اللي كسر اشداد قبل سيد الارنب. ننتظر لما يلفظ مرسال ونشوف وش صار معه. اي مرسال. شيخ عواد، يا راعي البيت، من ينادي راعي البيت؟ وش حاجتك يا رجل؟ ها؟ إن كنت ضيف وراعي حاجة دونك المجلس. عز الله اللي حاجة وبيها. أقول يا بنت الأجواد، دونك المجلس صب لحالك قهوة. القهوجي راح يم المحطاب وأبوي أمي خطار. أعطيني شوية مي، ريقي ناشف. إن كان ودك تقعدوا تنتظرون جديعان يرجع لكم حلالكم من عند ذياب، الله يعوض عليكم بحلالكم. يا صياح، إن كانك طلعت من عند شيخنا زعلان، لا تشعل النار بقلوبنا. الرجل وعدني يرد حلالنا. يا الربع، ما يرجع حلالكم غير رجل واحد. علمني فيه وانا اروح له. الشيخ خلف، روحوا قعدوا ببيته وطلبوا يرجع لكم حلالكم.
الحين أشيل أمي وأقعد ببيته. يلا يا رجال. دون كلمة يا ضيف. تسلم يدينك يا مزيونة. الحمد لله. مكثورة الخير. ذبحني العطش. القهوة عندك، قهوي حالك. أنا ما عندي ناس. الشيخ عواد وينه؟ أبوي وأمي سيروا، ما يعودون غير عقب الغياب. أنا بنتظر الشيخ. الله محييك، ثقلك على الفراش. يا بنت الأجواد، واحد من هربكم، باقي اثنين من بعاريني، وابي ابوك يردها لي. حين يرجع ابوي وكاد يردها لك. يا هلا بالضيوف، يا هلا. أريد الشيخ خلف، أنا وأمي داخلين على الله ثم عليه، يرد لنا حلالنا أنا وربعي. أبشر بالعز يوم يا عيد. عونك فوت الضيوف، وانتن يا حريم فوتن على المحرم. يا هلا يا هلا بالضيوف، يا هلا يا هلا بالضيوف. أبشر باللي جيت بيه. هنا نقعد هان لما يعود خلف يرد لنا حلالنا. وصلتم، الله محييكم. سواها صياح بي، ودي يقلب ربعي علي ويسلبهم لخلف. أنا عزوتي ربعي، وش نفع الشيخ بلي قوة؟ أنا أوريك يا صياح. شمط